السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم غنبداو واحد سلسله جديده سميتها ميكانيك بالدارجه في القناه ديالنا على اليوتيوب. كنتمنوا انكم تتابعونا وديروا لايك. كما كتعرفوا ان القناه ديالنا مهتمه بالدروس المتعلقه بميكانيك السيارات، وكنحاولوا نشرحوا مجموعه من الدروس والانظمه من اجل المتدربين ديال التكوين المهني او لا ميكانيكي السيارات بصفه عامه. اول حاجه غادي نبداو بالتعريف ديال السياره. كيفاش كنعرفوا السياره؟ السياره هي عباره عن عربه اللي كتحرك بالوسائل الخاصه بها وكتستعمل الطاقه ديال الوقود اللي هي ليسانس او الغازوال. والسياره كتوفر على محرك حراري كيتسمى الموتور تيرميك. هذا المحرك هذا كيقوم بانتاج الطاقه الميكانيكيه انطلاقا من الطاقه الكيميائيه اللي كاينه في الوقود اللي قلنا في الاول ليسانس او لا الغازوال. هذا المحرك هو عباره عن اله كتقوم بتحويل الطاقه الكيميائيه الى طاقه حراريه ثم الى طاقه ميكانيكيه ضروريه من اجل تحريك السياره. السياره كتكون مجموعه ديال الانظمه، ولكن ملي كنهضروا على الموتور تيرميك كنلقاو انه معاه جوج ديال الانظمه اللي هما مهمين من اجل استمرارية الشغال ديالو وباش يكون عندنا واحد البون فونكسيونمون ديال الموتور تيرميك. هنا غنهضروا على لو سيستيم دو ليبريفيكاسيون وبيان لو غريساج وعلى لو سيستيم دو فوديسو. عندنا نظام التزييت ونظام التبريد. بالنسبة للنظام الأول اللي هو نظام التزييت لو سيستيم دو ليبريفيكاسيون، كنعرفوا أن المحرك الحراري كيتكون من مجموعة ديال الأعضاء الميكانيكية. عندنا بيستون بياف بروكان كيلاس بلوك سيلندر، مجموعة ديال الأعضاء الميكانيكية، ومن أجل توليد الطاقة الميكانيكية كيكون احتكاكات ما بين هاد لي زورغان ميتاليك. كنعرفوا أن المحرك الحراري كيقوم بتوليد هاد الطاقة الميكانيكية، وباش يقوم هاد العملية كاين مجموعة ديال الأعضاء الميكانيكية اللي كيكون بيناتهم احتكاكات. دونك هنا عندنا نظام التزييت أو لا لو سيستيم دو ليبريفيكاسيون، الدور ديالو في الموتور تيرميك هو خفض الاحتكاكات ما بين الأعضاء الميكانيكية. عندو مجموعة ديال الأطوار، دونك الدور الأساسي هو خفض الاحتكاكات ما بين الأعضاء الميكانيكية، وكيلعب واحد الدور في الانحباس ومنع التسربات، وكيقوم بتبريد الأعضاء الداخلية للمحرك، وكيسمح للأعضاء الميكانيكية أنها تحرك كيفما كانت حرارة المحرك، كما أنه كيقوم بحماية الأسطح الميكانيكية ضد التآكل، وكيخرج مجموعة من الأوساخ وليغرام ميتاليك كيكونوا في الموتور الداخل. هادو هما الأدوار ديال لو سيستيم دو ليبريفيكاسيون. دابا غنشوفوا الادوار ديال الاعضاء ديال لي سيستيم ديال فيريفيكاسيون، لي زيليمون ديال سيستيم ديال فيريفيكاسيون. شنو هما الادوار ديال لي زورغان ديالو؟ اول حاجه كنبداو بلورغان الاول اللي هو كارتير دويل، اللي هي الكارتير ديال الزيت اللي كتكون لتحت في الموتور، اولا كتسمى كارتير انفيريور. الدور ديالها هو انها كتكون خزان ديال الزيت، دونك سي ان ريزيرفوار دويل. الدور ديالها كتخزن الزيت. العنصر الثاني اللي هو كريبين. كريبين هي مصفات اوليه ديال الزيت. دونك الموتور اولا لو سيستيم دو ليبريفيكاسيون اللي كيبغي اسبيري الزيت من الكارتير، دونك عندنا المصفات الاوليه سميتها كريبين، هي الصفايه الاولى ديال الزيت. عندنا العنصر الموالي اللي هو لا بومب اويل. لا بومب اويل اللي هي البومبه ديال الزيت اولا سميتو مضخه الزيت، كتقوم بعمليه ديال لاسبيراسيون دويل دي كارتير اي لو روفولمون فيغ لي زورغان دي موتور. كتقوم بامتصاص الزيت من الكارتير وكتدفعو في اتجاه القنوات لي كاناليزاسيون ديال الموتور. العنصر موالي اللي هو كلابي دو سيكيريتي اولا كيتسمى كلابي دو ديشارج. الدور ديالو انه كيقوم بتثبيت الضغط نظام التزييت اولا كيقوم بتثبيت الضغط ديال الزيت. كما كنعرفو ان لا بومب اويل كدور مع الموتور، دونك لا فيتيس دو موتور اي فاريابل. لا فيتيس دو روتاسيون دي موتور طلع، وحتى لا روتاسيون ديال لا بومب اويل حتى هي طلع، دونك هنا غيطلع لا بريسيون. دونك ولكن لا بريسيون دويل خاصو يكون عند واحد لا فالور اللي هي ديتيرميني بار لو كونستركتور، ما خاصش تفوت واحد لا فالور معينه، واحد القيمه معينه. هنا هاد النظام هذا كتكون من كلابي دو سيكوريتي اللي كيقوم بتثبيت ضغط الزيت. العنصر الموالي اللي هو فلتر اويل، فلتر ديال الزيت كنعرفوا انه كيفلتري الزيت، ياك كيقوم بعمليه ديال الفلتراسيون تصفيه الزيت. هذا الفلتر هذا لداخل فيه واحد العنصر مهم حتى هو كيتسمى كلابي باي باس.
هاد الكلابي باي باس الدور ديالو انه ملي كيتخنق الفلتر، دونك الفلتر كيقوم بتصفيه ديال الزيت، دونك كيعمر بالوسخ. ملي كيتخنق هذاك الفلتر كلابي باي باس كيخلي الزيت يدوز. بمعنى مثلا نعطيكم مثال، الطوموبيل غاده في الطريق، الزيت الفلتر توسخ بزاف تخنق، دونك هنا الزيت ضروري خاصو يدور لي زورغان موبيل، لي زورغان فيكس اكسيتيرا، باش ينقص الاحتكاكات. هنا عندنا غيكون عندنا مشكل ان الزيت ما غيوصلش للموتور، دونك هنا الفلتر مخنوق. شنو غيوقع؟ الضغط غيرتفع. ملي غيرتفع كيتحل واحد كلابي باي باس لداخل كاين في الفلتر، وكيخلي الزيت يدوز بلا فيلتراسيون بلا تصفيه، كيدوز للموتور وكيدير ليبريفيكاسيون ديال لي زورغان. دونك بما وصلتي وبدلتي الفلتر ديال الزيت. العنصر الموالي اللي هو المانو كونتاكت. المانو كونتاكت الدور ديالو انه كيقوم باشعال كيشعل لنا ديك البوله ديال الزيت، دونك لانديكاتور دويل سيغ لو طابلو دبور. كاين في الطابلو دي زانستريمون ولا طابلو دبور كاين عندنا واحد لا لامب ديال الزيت، دونك المانو كونتاكت كيشعل هذيك البوله الا كان عندنا الزيت ناقص، اولا كان عندنا شي مشكل في كلابي دو سيكوريتي اولا لا بومب اويل، اولا كان عندنا شي ديس فونكسيونمون في هذاك لو سيستيم دو ليبريفيكاسيون.